مساء الخير. وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية منحة نقدية إضافية بقيمة 200 مليون دولار مخصصة كدعم مباشر للموازنة العامة للعام الحالي، وذلك لمساعدة الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف والسفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي دوغلاس بول على الاتفاقية التي خصصت كدعم مباشر للموازنة في قطاعات التعليم والصحة والمياه. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن تقديم المنحة النقدية الأمريكية الإضافية يأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها الموازنة العامة للدولة بسبب استمرار تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد الوطني. هذه منحة مقدارها 200 مليون دينار كان تعهد بها الرئيس الأمريكي أوباما لدى زيارته الأخيرة إلى الأردن، واليوم الحمد لله يعني اتفقنا على شروط هذه المنحة التي ستخصص لقطاعات الصحة والتعليم والمياه، والتي تأثرت كثيرا بفعل أزمة أو يعني اللجوء السوري إلى الأردن والأعداد الكبيرة التي ولدت ضغطا كبيرا على البنية التحتية وعلى القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وهي تأتي لمساعدة الأردن عمليا تجاوز الآثار المالية السلبية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على الأردن. Today we signed the transfer of $200 million from the United States to the government of Jordan. This reflects the commitment that President Obama made when he visited in March to provide support to Jordan. These $200 million are on top of and in addition to our annual assistance program. ونبقى في ذات السياق، حيث تتلقى المملكة سنويا نحو 360 مليون دولار كمساعدات اعتيادية للاقتصاد الوطني. يشار إلى أن المنح الخارجية تشهد تباين بين العام والآخر. نلاحظ في هذا الرسم البياني الذي يبين المنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة خلال أعوام 2008 ل 2013. في عام 2008 كان 718 مليون دينار، انخفض في عام 2009 إلى 333 مليون دينار، وأيضا بقي في نفس المستوى في عام 2010 إلى 401 مليون دينار، وشهد ارتفاعا في عام 2011 وكان الأعلى في تاريخ المملكة، حيث وصلت المنح الخارجية إلى 1.215 مليون دينار، وعاودت لتهبط بطريقة شديدة في عام 2012 ووصلت إلى 372 مليون دينار، وصولا إلى هذا العام 2013 حيث وصلت أو من المتوقع أن تصل إلى 850 مليون دينار. من الجدير بالذكر بأنه سيتم خلال شهر أيلول القادم وكما جرت العادة في كل عام توقيع اتفاقيات منح بقيمة 360 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية للعام 2013. أوعز مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب الصرايرة إلى المعنيين في مركز جمرك عمان بوضع كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية شطب السيارات القديمة واستبدالها بالسيارات المهجنة الهايبريد، وذلك في كافة مناطق المملكة. وأكد الصرايرة على أن هذا الإجراء تحديث مركبات المواطنين سيكون له الأثر المباشر على اقتصادنا الوطني. وبحسب بيانات الجمارك الأردنية فقد تم التخليص على 3498 سيارة خلال هذا العام، منها 2222 سيارة تم استبدالها مقابل شطب سيارة تعمل على البنزين. ودعت دائرة الجمارك كافة المعنيين في المركز إلى تسهيل إجراءات المعاملات الجمركية لكافة المتعاملين بما يضمن تسهيل انسياب حركة السلع. ارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 2 مليار دينار تقريبا، وانخفض حجم التداول وبانخفاض بلغت نسبة 3% للفترة نفسها من العام 2011. وقالت الدائرة في بيان صحفي لها ردا على ما يشاع ويتردد في بعض وسائل الإعلام وفي أوساط المتعاملين بسوق العقار وما يصرح به بعض المعنيين بالشأن العقاري من أن هناك انخفاضا يشهده السوق وصل لمستويات غير مسبوقة، مما يعطي انطباعا بأن السوق العقار في حالة ركود وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على عجلة التنمية والاقتصاد الوطني. على أي حال نعود إلى حجم التداول في سوق العقار، وهذا الرسم البياني الذي يبين مقارنة لحجم التداول في سوق العقار لشهر نيسان لكل من الأعوام 2011-2012-2013، ونلاحظ بأن هناك ارتفاع. في عام 2011 نيسان 2011 بلغ 354 مليون دينار، ارتفع في نيسان
نيسان 2012 إلى 400 مليون دينار، وصولا إلى نيسان من هذا العام 584 مليون دينار. وبالنظر هنا نسبة الارتفاع في حجم التداول من عام 2011 وحتى العام 2013 وصلت إلى حوالي 65%. من ناحية أخرى، تطلب دائرة الأراضي والمساحة من جميع المعنيين بالشأن العقاري توخي الدقة في حال إعطاء المعلومات المتعلقة بحركة السوق، وأن تكون معلوماتهم مستندة إلى بيانات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص في هذا الموضوع، وأن تكون انطباعاتهم وتجاربهم الشخصية في السوق هي المرجع لإعطاء المعلومات لوسائل الإعلام المختلفة، مما يؤدي إلى حالة من الارتباك في السوق العقاري. بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وكرواتيا في العام 2011 حوالي 400 ألف دولار أمريكي. وبحث رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية عيسى حيدر مراد اليوم مع سفير كرواتيا غير المقيم في المملكة داركو يافورسكي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وأشار مراد خلال اللقاء إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد اقتصادي أردني إلى كرواتيا خلال شهر حزيران المقبل، والذي يضم مختلف القطاعات الاقتصادية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. ينعقد في السابع من الشهر المقبل المؤتمر السنوي تحت عنوان اندماج وسائل الاتصالات والإعلام بحضور حوالي 500 مشارك من قادة وصناع القرار في قطاع الاتصالات المحلي والإقليمي. وفي لقاء خاص بنشرتنا تحدث مؤسس ومدير عام شركة أرب أدفايزرز السيد جواد عباسي عن أعمال هذا المؤتمر الذي سيركز في دورته السابعة على تطوير صناعة المحتوى والاندماج بين شركات الاتصال والإعلام في المنطقة. مؤتمر الاندماج العاشر يعقد في عمان للمرة العاشرة على التوالي، سيكون في شهر حزيران وبحضور 500 مدير من أكثر من 120 إلى 150 شركة إقليمية وعالمية، ويتم بدعم من 12 شركة وكداعمين للمؤتمر، وهو يركز على قطاع الاتصالات والإعلام والاندماج اللي حاصل بينهم. تفاصيل راح تكون اللي هي استراتيجيات المحتوى، كذلك الحوسبة السحابية، والتركيز على كيفية الاستفادة من الإنترنت عالي السرعة لتقديم خدمات جديدة للمستهلكين في المنطقة العربية. طبعا هو مهم للشركات الأردنية لأنها بيسمح لها كمان تتحاور مع شركات الإقليم والشركات العالمية لزيادة تصديرها وزيادة مساحة أعمالها، ويعقد كما في السنوات السابقة برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن. بلغ إنفاق الأردنيين على الشاي والبن والبهارات خلال الربع الأول 20 مليون دينار مقارنة مع 18 مليون 900 ألف دينار خلال نفس الفترة من العام 2012. وجاء في بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن ما قيمة 20 مليون دينار تمثل حجم مستوردات المملكة من الشاي والقهوة والبهارات، ليرتفع مجموع إنفاق الأردنيين على تلك الأصناف بما نسبته 5.8 في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2012. إذن ننظر هنا إلى الرسم البياني الذي يبين مقارنة لمستوردات الشاي والقهوة والبهارات للربع الأول من هذا العام من عام 2013 مع عام 2012، وأيضا لشهر آذار لوحده من عام 2012 أيضا وعام 2013. كما ذكرت هناك ارتفاع من العام الماضي إلى هذا العام خلال الربع الأول من 18 مليون 900 ألف دينار إلى 20 مليون، ولكن شهر آذار حافظ على استقراره بوصل بمجموع بلغ 6 ملايين و900 ألف دينار.